حديث الصحافة والأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إنه الفنان أحمد الفيشاوي الذي اعتاد إثارة الجدل في الفترة الأخيرة بعد ظهوره في مهرجان الجونة السينمائي الدولي يقبل زوجته أمام الجميع دون حرج أو مراعاة لتقاليد المجتمع المصري. ومنذ ذلك التوقيت والفيشاوي يحرص على تكرار عدة عادات أو طقوس في كل مرة يظهر فيها مع زوجته في أي حدث أو فاعلية يحضرها، فيحرص الفيشاوي أن يقلد نجوم هوليود عندما يظهرون مع زوجاتهم، فيرتدي هو وزوجته ملابس تتشابه في ألوانها أو تصميمها، ودائما ما يقبل الفيشاوي زوجته أو يحتضنها أمام الجميع كنوع من إظهار حبه لها، وهو ما أكده عدة مرات في لقاءات وتصريحات صحفية. يضع الفيشاوي زوجته دائما في المقام الأول عند تواجده معها في أي حدث، وظهر ذلك واضحا عدة مرات أبرزها عندما انحنى في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولية لتعديل ذيل فستانها حتى يساعدها على السير على السجادة الحمراء، ومرة أخرى عندما هاجم الصحفيين في مهرجان الجونة عندما تجمعوا حول زوجته. فالفيشاوي عادة ما يثير الجدل بين الحين والآخر، فهو صاحب الأفعال الخارجة عن المألوف والتصريحات الجريئة التي لا تتبع نمطا تقليديا أو محافظا، حتى شكله دائم التغير بالتاتوهات التي تملأ جسده. مر الفيشاوي بمحطات عديدة غالبا ما أثارت الجدل، منها تركه التمثيل في فترة من فترات حياته واتجاهه لتقديم البرامج التلفزيونية الدينية وغيرها من التحولات التي عاشها الفيشاوي، إضافة إلى حياته الشخصية وكثرة زيجاته وارتباطاته العاطفية وجرأته المعهودة وتصريحاته المفاجئة والصادمة. أيضا تزوج الفيشاوي 5 مرات، الأول من هند المعروفة بقضية النسب، ثم تزوج من وسام عاطف، لكن زواجهما لم يستمر أكثر من 40 يوما، وتزوج من الألمانية دينيس والمان التي تعرف عليها خلال رحلة علاج والدته الفنانة سمية الألفي في ألمانيا، ولكنه أيضا انفصل عنها. ثم تزوج من الإعلامية اللبنانية رولا دبس، لكن الزواج لم يصمد طويلا، ليعلن أحمد الفيشاوي انفصاله عن زوجته اللبنانية. وأخيرا في عام 2018 تزوج الفيشاوي من ندى الكامل التي ظهر معها على السجادة الحمراء، وذلك خلال عرض فيلمه عيار ناري ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائية.